السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في قناة تكنولوجيا الإلكترونيات الحديث. معاك المهندس هاني. زي ما انت شايفين النهاردة معانا صاعق صغير، صاعق ميني حجمه حجم كف الإيد زي ما انت شايفين كده، حجمه صغير جدا. الصاعق ده أمريكي طبعا، هو الكشاف بتاعه شغال كويس، بس المشكلة كلها جاية في الضرب بتاع الصاعق. الصاعق ما بيضربش كويس، صاعق ضعيف زي ما انت شايفين كده وبيشرد ضعيف. طبعا العطل ده بيكرر في صواعق كتير، زي ما انتوا عارفين ان احنا كنا عملنا قبل كده كذا فيديو لطريقه تصليح العطل بتاع الصاعق الضعيف. زي ما انتوا شايفين كده الصاعق بيضرب شرد ضعيف، فلو انت عندك صاعق بنفس الطريقه ديت وبيضرب بنفس الشكل ده تقدر تصلحه بمنتهى السهوله. طبعا احنا كنا الاول زمان بنغير قطعه الصاعق، بنركب قطعه تانية، لان يعني خلاص كده قطعه الصاعق تعتبر باظ. لكن بعد التعديل اللي احنا عملناه في الصاعق قدرنا ان احنا نركب مكثفات تعويضيه بحيث انها تعوض الفقد او تعوض الضعف بتاع الصاعق ده وتخلي الصاعق يرجع يشتغل كويس جدا. الصاعق دوت له 4 مسامير بيتربط بيهم، فهو في استيكر ملزوق عليه، هنشيل كده اطرافه علشان خاطر نفك المسامير زي ما انتم شايفين كده اهوت. طبعا الاستيكر ده ملزوق من الورق يعني، فلازم ارفعه علشان افك المسامير بتاعه الصاعق زي ما انتم شايفين كده. نفك مسامير الصاعق عشان نبدا نفك ونعمل التعديل اللي احنا قلنا لكم عليه بتاع المكثفات التعويضيه. طبعا الاستيكر ده من الورق زي ما انتم شايفين كده، انا فكيت الصاعق اهوت، وهجيب لكم بقى المكثفات التعويضيه. دي المكثفات التعويضيه اللي احنا بنركبها في الصاعق. الصاعق زي ما انتم شايفين حجمه صغير وانا عايز اركب المكثفين. طبعا هي المكثفين دول لهم طريقه في التركيب زي ما انتم شايفين، وانا هعرفكم ازاي تركبوا المكثفات دي وتركبوها كويس جدا يعني. هنجيب المكثفين زي ما انتم شايفين كده ونشوف نحدد كده المكان هنركبهم فيه. انا مثلا هركبهم قدام قطعه الصاعق. طبعا انا محتاج عشان اعمل ايه عشان اركبهم قدام قطعه الصاعق؟ مفيش مساحه، المساحه عندي هنا كده ضيقه زي ما انتم شايفين، عنديش مساحه اركب فيها قطعه الصاعق المكثفات التعويضيه. فطبعا لازم ارجع قطعه الصاعق دي لورا شويه علشان خاطر اقدر اركب المكثفات. هشيل لمبه الكشاف وابدا اشيل البطاريه بتاعتي. طبعا انا بشيل البطاريه ولمبه الكشاف عشان ارجع قطعه الصاعق لورا شويه، انا محتاج ان انا اعمل مساحه عشان اركب المكثفات. بعد ما برجع قطعه الصاعق كده لورا شويه بحط البطاريه مره ثانيه واظبط وضعها على الوضع الجديد بحيث ان انا اخليها تبقى قريبه خالص، تديني مساحه كده وبس، ما تلمسي الجاك بتاع مدخل الشحن الكهرباء. وبعمل عازل بينها وبين مدخل شحن الكهرباء بحته بلاستيك علشان خاطر ما يعملش تلامس معاه. كده اصبح عندي في مساحه اقدر اركب فيها المكثفين بتوع الصاعق. زي ما انتم شايفين كده المكثفات دي ليها طريقه في التركيب. هاجي كده واجيب المكثفين احطهم كده جنب بعض واعملهم كده توالي، يعني كانهم ماسكين في بعض في التوالي مع بعض، بحيث ان في طرفين في النص دول هربطهم مع بعض يبقوا كانهم طرف واحد. فانا كده عندي المكثف اصبح 3 اطراف، طرف في اليمين وطرف في الشمال والطرف اللي في النص مشترك ما بين الطرفين. اصبح كده انا عندي المكثف زي ما انتم شايفين كده اهوت، اصبح بالوضع ده. كده بقى اقدر اركبه قدام قطعه الصاعق يركب معايا مرتاح. يبقى انا كده هظبط بقى الوضع بتاعي. في البداية أنا بلحم طرفين المكثف مع طرفين قطعة الصاعق اللي راكبين في المسامير بتاعت الستانلس ستيل، بلحمهم لحام. بعدين بسيب طرف واحد من طرفين المكثف، باجي بالقصافة وأقص الطرف بتاعه. أنا كده ده طرف ملحوم كده مع بعضه، أما الطرف التاني اللي هو دوت باجي كده بعد ما ألحم الطرف بتاعه بقصه بالقصافة. أقصه كده بالقصافة علشان يبقوا مش ماسكين في بعض. يبقى أنا طرف المكثف ده هقص طرف واحد منهم بالقصافة. اما الطرف الثاني لا، ملحوم عادي مع طرف السلك بتاع الصاعق اللي راكب في مسامير الثلاثين اللي بتضرب الشرار. يبقى انا كده عندي الطريق المكثف ركب بالطريقه دي. طبعا الطريقه ديت هي احسن طريقه لتركيب المكثف التعويض، علشان خاطر انا مش محتاج المكثف يبقى متصل على طول مع الطرفين بتوع الصاعق، انا محتاج بس طرف واحد يكون متصل والطرف الثاني مش متصل مع الطرف ولكن بيشرز معاه، يعني زي بقى في منهم وبين بعضهم كده حاجه بتاعت ملي كده، حاجه بسيطه خالص ملي كده. وبظبط بقى وبلحم كده، حط بقى سوبر جلو او شمع حراري واثبت بقى الوضع على الوضع دوت كويس جدا. وبعد ما اظبط الطرفين انهم يبقوا قريبين من بعض عشان يشرزوا مع بعض،
بظبط الوضع بتاعي عشان خاطر ما يتحركش عن الوضع ده، وبثبته كويس قوي بالشمع الحراري بالسوبر جلو. بعدين بركب كل التوصيلات والاسلاك والبطارية بتاعتي، برجعهم زي ما كانوا لوضعهم اللي كانوا راكبين عليه، ما تخلي الشحن بظبطه، وبظبط الاسلاك وبظبط التوصيلات، حتى كمان الدايره بتاعه الشحن بظبطها في وضعها هنا، بشوف لها مكان بحطها فيه يكون كويسه. طبعا لان انا رجعت قطعه الساعه لورا، فمحتاج ان انا اعيد تظبيطها مره تانية، فبظبط كل الحاجات دي وبامنها كويس بحيث انها تبقى ثابته في مكانها وما تتحركش. وكده يبقى انا ركبته، وزي ما انتم شايفين كده في فرق ملي بسيط جدا بين الطرف المكثف وطرف قطعة الصاعق اللي بتضرب الشرارة. نبدأ بقى نجرب كده عشان نشوف، وهوريكم بقى الفرق اللي حصل ايه. زي ما انتم شايفين كده اهوت، انا كده حطيت خلاص شغلت الصاعق اهو كده تمام. الضرب بتاع الصاعق اصبح بقى كويس جدا ورجع لطبيعته العادية اللي هو شغال بيها زي ما انتم شايفين. واقدر اشحن بقى الصاعق بتاعي، اجيب كده الوصلة بتاعت الشحن واسيبه كده في الشحن يشحن، اسيبه كده يشحن شوية عشان البطارية تشحن معايا. تلاقي كل حاجة مظبوطة، لمبة الشحن شغالة، كله تمام زي ما انتم شايفين كده اهوت. كده الصاعق اصبح كده اتظبط مع المكثفات التعويضية اللي ركبت في الصاعق. وارجع كده اركب الغطا بتاعي مرة تانية، وكده ابقى انا ايه خلصت الصاعق. الموضوع سهل وبسيط جدا ومش محتاج اي تعقيد. هو كل الموضوع ان انت هتركب المكثفات بطريقة معينة زي ما انا عملتها لكم في الفيديو وشرحتها قبل كده في فيديوهات تانية كتير. المكثفين دول لهم طريقة بتظبطهم وبتظبط وضعهم وبتثبتهم كويس جدا في الصاعق بحيث انهم ما يتحركوش. وزي ما قلت لكم قبل كده ان احنا لما بنيجي نركب مكثفات التعويضيه بنشبكهم مع بعض ونحطهم ونركبهم الاثنين، نلحمهم على طرفين الحدايد الثلاثين اللي بتضرب الشراره. بعد كده بنسيب واحد راكب ونقطع الثاني بالقصافه ونقربهم من بعض بحيث انهم يشرزوا مع بعض، يبقى في فرق بينهم ملي حاجه بسيطه خالص. بس هو ادي كل الحكايه في تركيب مكثفات التعويضيه. وبعد كده بظبط وضعي وبظبط بثبت القطع بتاعتي عادي، وبرجع كل حاجه لوضعها زي ما انتم شايفين كده وخلاص. وبجرب الصاعق وبظبط الضرب بتاعه بحيث انه يضرب معايا كويس، وبيرجع تاني الصاعق يشتغل زي ما انتم شايفين كده. كشاف رايه شغال اهو تمام زي الفل. ونبدا بقى نجرب الصاعق على وضع التشغيل زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين كده يرجع يضرب تاني. رجع الصاعق يضرب تمام زي ما كان الاول وعلى. كده انا كده صلحت الصاعق خلاص وده تمام، واقدر بقى كده ايه اشحنه، اسيبه يشحن شويه في الكهرباء، اوصله كده في مدخل الشحن واسيبه يشحن. طبعا احنا كنا عملنا قبل كده صواعق كتير كانت ضعيفه جات لنا من اعضاء القناه، صواعق ديت احنا صلحناها كانت برضو ضعيفه بنفس الشكل كده. فلو انت عندك صاعق ضعيف بنفس الطريقه ديت تصلحه بنفس الطريقه اللي احنا صلحنا بيها الصاعق دوت، وتقدر تشوف الصواعق التانيه اللي احنا صلحناها. زي عندك مثلا الصاعق اللي هو الامريكي اللي هو 928، والصاعق برضو العادي اللي هو 928، وصواعق تانيه كتير صلحناها كانت ضعيفه برضو بنفس الطريقه ديت. وكل صاعق له طريقه في تركيب المكثف، ولكن هي الطريقه واحده بتاعه التوصيل بتاع المكثف. وزي ما انت شايف كده احنا حطيناه في الشحن يشحن وخلاص، هو كده شحن تمام واصبح كده الكشاف شغال كويس والصاعق على وضع التشغيل. ونبدا نجرب تاني كده عشان نشوف. زي ما انت شايفين كده يرجع يضرب تاني. احنا كده وصلنا لنهاية الفيديو، كده تمام كل حاجة تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي للجميع، شكرا.